إذا ائتلفت دولة القانون مع العراقية هاي مو طائفية، وإنما إذا ائتلف الائتلافان هاي طائفية. أنا أعتقد هذه التصريحات وهذه الأمور كلها ولت نحن اليوم كما قلت سلفا وفي المقدمة نتابع وكذلك ندرس ونناقش البرامج. البرامج السياسية أصبحت لدينا معيار، ولذلك لا ليست هناك معيار آخر في تبنياتنا في هذه المرحلة. طيب أستاذ البياتي، يعني لماذا لا يتم التجاوب مع ما يطرحه دولة القانون كما تفضل به السيد الرهيمي؟ يعني من حق كل ائتلاف أن يقدم مرشح لرئاسة الوزراء، فلماذا يتم فرض أن يقدم الائتلاف ثلاث مرشحين ومن ثم يتم اختيار واحد لرئاسة الوزراء؟ لماذا لا يتم الاتفاق على آلية أن يختار ويقدم كل مكون وكل ائتلاف مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وتتفقون على آلية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة؟ سيدي الكريم، أنا ذكرت بأن هذا كانت آلية من الآليات، وهناك بعد 9 آليات للائتلاف الوطني حول اختيار هذا المنصب، لا سيما هناك مخاوف حقيقية في الشارع العراقي وفي السياسيين بأن أصبحت هذه القضية، يعني يفكر يعني أصبحت الصراع الكتل على هذا المنصب، وهذا المنصب فيها أموال، هذا لأنه هذا المنصب فيها القيادة العامة القوات المسلحة وزمام الأمور التنفيذية بيد هذا المنصب وبيد هذا الرئيس، هناك مخاوف حقيقية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، نحن لسنا بوحدنا. لو استطعنا نحن ودولة القانون أن نشكل حكومة بمفردنا لكانت أسهل، ولكن لدينا شركاء آخرين للائتلافين، شركاء آخرين. نحن نريد أن نقتصر الطريق أمام هؤلاء، أن نذهب بأفكار موحدة ونذهب لإقناع الآخرين. حقيقة هناك رفض في العراقية، وهناك رفض في بعض كتل التحالف الكردستاني حول تسنم سواء علاوي أو الوالكي. علينا أن نتفاهم وثم نذهب إلى إقناع الآخرين. نحن لسنا وحدنا في العملية السياسية، ولا سيد المالكي بوحده في العملية السياسية. فهذه المخاوف وهذه الأمور علينا أن نعبرها ونذهب حتى المرحلة الثانية، أن نتفاهم مع الآخرين. بدون أن نتفاهم داخليا لا نستطيع إقناع الآخرين. نحن نحتاج إلى أرقام داخل قبة البرلمان. لا يمكن أن نعبر من هذه المرحلة إلا بالتصويت بنصف زائدا واحد. من أين نستطيع الحصول على نصف زائدا واحد ما لم نتفاهم مع الكتل الأخرى؟ طيب سأنقل هذه التساؤلات إلى السيد الرهيمي، لكن مشاهدينا الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا استراحة قصيرة ونعود لتتمة الحوار في ساعة عراقية. قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران تنهي المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم الخامسة التي بدأتها في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وتستمر المناورات 3 أيام تختبر خلالها أسلحة جديدة. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف موريل يؤكد أن التحرك العسكري ضد إيران ليس الخيار الأفضل، لكنه قال إن الخيار العسكري ما زال مطروحا. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يبدأ جولة في إفريقيا، يزور خلالها زيمبابوي وأوغندا تلبية لدعوة من رئيسي البلدين، وترمي الزيارة إلى تعزيز العلاقات الإيرانية الإفريقية. وزراء خارجية حلف الناتو يبدأون اجتماعا يستمر 2 يوم في العاصمة الإستونية تالين، يبحثون خلاله تسليم المهام الأمنية في أفغانستان إلى القوات الأفغانية، إضافة إلى إصلاح حلف الناتو وتوسيعه. كما يبحث الاجتماع قضية الأسلحة النووية ووضع منظومة دفاع صاروخية مشتركة. ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يطالب القضاة الدوليين بإصدار حكم ضد الحكومة السودانية بسبب عدم تنفيذها أمر مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون وعلي كشيب المطلوبين لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
القوات العراقية تواصل عملية وثبة الأسد التي أطلقتها قبل أيام لتطهير البلاد من بقايا تنظيم القاعدة، في وقت أكد فيه قيادي سابق منشق عن القاعدة أن التنظيم تلقى ضربات مؤلمة بسبب هذه العملية. حركة الملاحة في أوروبا تعود تدريجيا إلى وضع شبه طبيعي، وشركات الطيران تستأنف رحلاتها الجوية بعد أن فتحت الدول الأوروبية أجواءها التي ظلت مغلقة عدة أيام بسبب ثوران بركان في أيسلندا. الحكومة الفرنسية تعلن أنها بصدد تقديم مشروع قانون لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في البلاد، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا يندد بخطوة الحكومة الفرنسية. الحكومة الانتقالية الجديدة في قرغيزستان تعلن عزمها إجراء استفتاء حول دستور جديد في 27 من حزيران يونيو وانتخابات تشريعية ورئاسية في 10 من تشرين الأول أكتوبر. القمصان الحمر في تايلاند يحصنون مواقعهم في الحي التجاري وسط العاصمة بانكوك، ويتحدون قرار الجيش الذي هدد بالتدخل لإجلائهم بالقوة. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام. متى سيولد الائتلاف الجديد؟ محور هذه الساعة العراقية، وأبدأ القسم الثاني من هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الحليم الرهامي. سيد الرهامي، قبل الفاصل تحدث السيد البياتي عن بعض الأمور، ويعني هناك البعض أيضا من يعتقد بأن تشبث ائتلاف دولة القانون بأن يكون السيد المالكي هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء سيكون عقبة تحول دون ائتلاف الوطن العراقي ودولة القانون. يعني المباحثات السياسية هي أخذ وعطاء ورد، والمطلوب إبداء بعض المرونة. لماذا لا ترشحون أشخاص آخرين بجانب السيد المالكي لاسترضاء الكتل السياسية الأخرى؟ لماذا هم لا يسترضوا دولة القانون ويوافقوا على خيار دولة القانون؟ دولة القانون، عندما يتحدث بعض الأخوة عن اختيار شعبي والشعب قال كذا، نحن لا نتحدث. الشعب انتخب وقال، أعطى 622 ألف للسيد المالكي وأعطى 89 مقعد، وبالتالي فالتمثيل الشعبي للسيد المالكي هو أكثر بكثير من الذين يعترضون على ترشيحه. بعدين ربما من يقول تشبث ولا يتشبث، إنما هو اقتراح وخيار ديمقراطي لكتلته بترشيحه، ولم يتشبث، ليس هو مطرودا من هذا حتى يتشبث بها. ربما هذا المصطلح غير مناسب، انه اقتراح انه يرى دولة، ترى دولة القانون، يرى ائتلاف دولة القانون ان الشخص المرشح القادر على تنفيذ برنامج يحمي سيادة العراق ويحمي امن العراق ويدفع العراق بالطريق التقدم. طبعا كثيرين فيه بالشعب العراقي لا شك، بس الان محصورة بالكتل القائمة، وكل كتلة ترشح رئيس وزراء. يرى دولة القانون متوفرة بالسيد نوري المالكي. وأنا عندما أقول السيد نوري المالكي ليس فقط كشخص انتخبته القائمة وانتخبه 622 ألف عراقي، وإنما لأنه أيضا يحمل برنامج. هو أول ما بدأ بفرض القانون، هذا مسألة فرض القانون. كلنا نتذكر قبل أن يأتي السيد المالكي إلى الحكومة في 20 أيار 66، كان هنالك يأس، وحتى الأمريكيين أنا تابعت بترايوس وبوش قارهم أن الوضع ميؤوس منه، تصريحات السياسيين أن الوضع ميؤوس منه. السيد المالكي قرر، طبعا هنالك مجلس وزراء وهنالك ائتلاف كان أيضا في المالكي هو يمثله، استطاع أن يحقق الأمن ليس في بدءا من البصرة حتى المناطق الأخرى. ربما يعتقد هيئة دولة القانون، قائمة دولة القانون تعتقد أن السيد المالكي يستطيع أن يواجه الوضع الأمني كما واجهه، وربما يعتقد أن الآخرين مع احترامه لأهليتهم غير قادرين على أن يكونوا بحزمه الذي تحقق. هو استطاع أيضا أن يحقق هذا الأمن، تحقق عليه استثمار في عقد 4-5 ثمرات عالمية حضرها الاستثمار، والآن كلنا نعرف كيف يأتي الاستثمار، وهنالك حملة من بعض مكونات
الائتلاف الوطني على هذه السلوكات. كيف نستطيع وزير في وزارته وهو يرأس الوزارة وبالتأكيد بتصوراته استطاع أن يحقق نسبة